اليوم حلقتنا عن قص الحصى. الموضوع الرئيسي في حلقتنا شلون يقطعون الحصى علشان يبنون بهالبيوت. الحصى قلنا في حصى بري وفي حصى بحري، واحنا في البحرين نعتمد على الحصى البحري، شلون يقصونه، شلون يجيبونه، شلون يبنون به البيوت. حياكم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيالنا الحلوين، عيالنا الشاطرين، يا هلا ويا مرحبا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم عيالنا. كلكم عيالنا وكلكم حلوين، وكل البرامج اللي نسويها علشانكم تستمتعون فيها وتستفيدون منها. عيالنا اليوم موضوعنا وايد حلو. بناتي أولادي، البيت اللي ورانا مبني من شنهو؟ حصى. حجر ولا حصى؟ حصى. الحجر هو الحصى والحصى هو الحجر، عدل؟ بس الحصى احنا دايما نقول الحصى. الحصى وين نيبه؟ البحر أو الجبل. من البحر أو الجبل، صح؟ البلدان الجريب عند الجبال وايد يبون من الجبل. احنا لأن البحرين ودار ما دارنا شنهو؟ بحر. إذن البحر غني بالأشياء كثيرة، منها الحصى اللي يبنون به. هذه حصى والله ثقيلة، ها؟ هذه حصى بحرية، شوفوها حتى شكلها يختلف عن الحصى العادية اللي يبونها من البر. الحصى البحرية شو تلاحظون فيها؟ فيها حفر وفيها فتحة. ها؟ فتحات حفر فيه، شو منه؟ من الماء من ناحية، وبعد؟ بعد الأمواج، وبعد الحيوانات. اي بعد الحيوانات اللي هم البحرية اللي يدشون فيه وحفرون وغيره. هذه تصير الحصى بهالطريقة. هذه الحصى البحري هو اللي يبنون فيه البيوت الأول. أنا بقول لكم عيالي عن تجربتي أنا، لو كنت في سنكم عمري 10 سنوات 12 سنة، دخلت مع أبوي البحر علشان نقص حصى. وقبل نتكلم عن قص حصى، شبي يبون الحصى؟ طبعا يبونه في سفينة، طبعا مو مثل هذه السفينة بالضبط. هذه سفينة يسمونها قولي بانوش، عفية عليك البانوش. لكن سفينة اللي يبون فيه الحصى يسمونها الجلبوت، وتكون أعرض علشان يشيل كمية أكثر من الحصى. هل بالماكينة ولا بالشراع؟ بالشراع. ذاك الوقت ما في ماكينة تحرك اللي حق الحصى، يبون بالشراع. أسألهم، لأن الماكينة تحتاج من يصلح الماكينة، تحتاج يحطون فيه بترول ولا بنزين ولا شيء يحرك الماكينة، فيروحون في سفينة هذه شراعية. فيه الخن الوسطي اللي هو البيت الداخلي مال السفينة هو اللي يحطون في الحصى. خلينا نبتدي الحين. اللي يشتغلون في السفينة لا يقل عن 3، عدل؟ يعني شلون؟ عقب أقول لكم ليش 3، مو أقل من 3. ركبوا. إحنا في الحد عندنا منطقتين اللي منهم الحجارة. منطقة يسمونها الكشاشة، شمال الحد وشرق قلالي، هني الحصى الثقيل اللي يستعملونه للساس. الأساس لازم يكون حصى قوي. يعني شوفوا ثقيلة ولا مو ثقيلة؟ شوفوا. ثقيلة، شوفها ثقيلة والله، مو ثقيلة. ثقيلة شوفي يا بابا، وايد ثقيلة، وايد ثقيلة. هذه الحصى هو الساس اللي يحطونه في تحت، وعقب يحطون الحصى الثاني. الحصى اللي ليب من الكشاشة شمال الحد اللي هو حق الساس أغلى ثمن من الحصى اللي يبونه من جنوب الحد اللي هو الحصى الخفيف وسهل حتى تقطيعه. يروحون هناك في الماي، لما تكون الماي ثبر. شنو ماي ثبر يعني؟ يعني رايحه، يعني الماي رايحه. عندنا مد وعندنا جزر، لما الماي تروح يروحون بالسفينه لين يوصلون لمكان الارضيه كلها صخره. يقومون ينزلون الماي اللي هني لبطنهم تقريبا، ياخذون الهيب. هذه هيب حديد، شايفينه حديد. هذه الهيب هو
اللي هما ثلاثة رياييل اللي ينزلون يسوون بالقوة طبعاً لين تحصل فتحة في البحر في الأرضية، وهني بعد حصل فتحة ونحصلون فتحة الحين بسوكو الهيب سوسود الحصاب تطلع شوي شوي كبيرة عاد علشان صارت ثقيلة، واحد يركب هني وواحد يركب هني وواحد وتماسكون وتعلى طلعت الحصاه الكبيره حطوها كذي وراحوا بعد يشوفون حصى اكبر واكبر واكبر لين معولهم ست سبع حصيات كبيره يقومون يكسرونه يقولون يفصلونهم يسوونهم على هالقد وعقب يقومون يحملونهم في السفينه شيل واحد مني واحد يا الله في السفينه يا الله والسفينه يحطون طبعا تايرات هذه عشان ما تكسر اللحان ها لين تنترس السفينه من الحصى لين انترست بس قبل لا تطبع مشوا وياو وباعوه على الناس اللي وصوهم الحصى هذه ثقيل قيمته 75 روبيه يعني 7 دينار ونص بس اول له قيمه اكثر الحصى الخفيف اللي يبونه من جنوب الحدقسوب هذه يبيعونه ب 50 روبيه، شنو 50 روبيه؟ الحصى يعني؟ لا، الكمية كلها يسمونه اليوش يبيعونه ب 50 روبيه. هذه طريقة الحصى وشلون يقصونه، ويا ما بيوت كثير انبنت من الحصى، حتى جسرنا الأول أول ما بنى الجسر في البحرين، بعد كله حطوه كثيرين منهم يقصون الحصى، هذه المحمل هاي السفينة طبعاً أحياناً عقب فترة يعني تصير فيه خراب شوية صح ولا لا؟ يعني فيه ماي وغيره فيبون لها واحد يصلحها شو نسميه؟ هو مثل النجار النجار يسوي الدرايش البيبان بس اللي يسوي السفينة يسمونه القلاف القلاف شو اسمه؟ حتى عندنا عائلة القلاف موجودة عائلة القلاف القلاف هذه شغلته مثل النجار بس يستعمل أدوات بدائية مثلاً المنشارة المشارة هاي عادية مشارة يقص بها الخشب عادي عنده يستعمل هذه لا مو مسكرو هاي في منقر أعرض من هذه شوي المنقر ليش المنقر هذه بين اللوح واللوح يحطون يسمونه فتيل اللي هو من القطن يسوي شيء يعني القلاف عشان يدخل الفتيل ما بين اللوحين اللي هي عشان ما يدش الماي داخل ويستعمل بعد القلاف شتو الدريل يسوي ترررها بالكهرباء اول يسمونه هذه مجدح يعني يودون له يحفر 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 يحفر, يحفر, يحفر عشان يحطون المسمار داخل مره واحده يلقى الله عندنا في البيت وأمي كلها تقول حق أبوي ما قد ظهرها كلا باطنة يعني أنت تتعب وتجيب البيزات وعقب تروح تخسرها بعد على الجلبوت إيه حق القلاف إنزين القلاف هاي طبعا يبون للأكل أنا مرة حامل الأكل له قال أبوي يا محمد قلت نعم قال هات لنا الغداء حطيت الصينية في يدي وركبت على الدري بودي حق القلاف وتكرفست على الدري وطحت طبعا العيش طاح بعد ابوي حيل عاد حيل لا 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 القلاف بيتغدى ولا ابوي بيتغدى وفي شيله واركض تعال تعال قلت له ليش طيحته ومن ذاك الوقت دائما الاخطاء الكبيره ما ننساها ما نسيت من يوم انا صغير لان طاحت وحرمت القلاف وابوي من الغدا وغيره طبعا اخطاض ما اخطاض لكن عقب ما رشبوا له واكلوه المهم هذه هو قص الحصى من البحر شو رايكم نروح نشوف غناوي بوتعب وهو يقدم لنا فقرة عن قص الحصى مثل النار الموت
الحين بنتكلم عن العده مالت القلاف اللي تحكينا عليها، فيها في امثال يقولون منقر في العده. يا سيدي احنا كلهم مع بعض يسولفون اللي يقول واحد منقر في العده، المنقر قلنا احنا اللي اعرض من هذه اللي يطقوا بها حق الفتيل. ايش معنات هاي منقر في العده؟ لا لا ما علي، بقرب لكم شويه. لما يقول لك في السماء غيم، ايش يقصدون في السماء غيم؟ لا هذه مثل ينقال في شيء معين. اي اي، انه يعني في السماء غيم يعني في هواء. لا عشان فكره يعني بقرب لكم اكثر. احنا كلنا قاعدين مع بعض ويا واحد غريب وقاعد بيننا ما نعرفه. قام واحد بتحكي قال اوه اسكت يا في السماء غيم، في السماء غيم. في حد غريب معانا. ايوه في حد غريب معانا، يمكن هذا الغريب يوصل الكلام الى شيء ثاني فيقولون في السماء غيم. البحاحير مال الاول يقولون منقر في العده نفس السماء غيم. يعني ها احنا نصير نسولف اي واحد قاعد اللي يقول بيتحكي على واحد يعرف هاي اللي يقول منقر في العده يعني اسكت تتكلم لان في واحد هنا ممكن ينقل الكلام. زين يقول شحاده كمسمار قال المطرقه. ليش يعني يا مسمار انت تصبر على المطرقه؟ ليش شحاده كمسمار قال المطرقه؟ سمعناها مو تقولونه شحاده كالمسمار قال المطرقه. تفضلي. اعتقد ان يعني ليش تسوي كذي ان ليش ما حد قالك ان تسوي كذي؟ ايش حدك تسوي كذي؟ قال هم مني والله ضاغطين علي. يعني مثلا خايف من واحد قال له فلان هلون اللي يقول اي نعم صح 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 هو غلط. قال له ليش تكذب مثلا؟ قال له ايش حدك المسمار؟ قال خايف من هذه خاف يعلم علي ولا شيء، فانا خايف من فلان ايش حدك المسمار؟ قال المطقه هاي يمكن ياذيني ولا شيء صح؟ زين. زين بعد الحين عندنا بنتكلم عيالي عن اداب الطريقه. طريق شنو الادب؟ يعني احنا بنتادب في الطريق مثلا شنو؟ ايش ما نسوي في الطريق؟ شنو نمشي اي واحد شفناه نسلم عليه. نسلم عليه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال، قول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. قال اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا له ما لنا بد يعني لازم نجلس في الطرقات. قال جلست في الطريق فاعطوا الطريق حقها، يعني اعطوا الطريق حقه. يعني مثلا مثل ما قال شو اسمك انت قلت لي؟ اسمك عبد الله نسيتك اسمك عبد الله قال سلام. واحد سلم عليكم ردوا السلام بعد شنو الطريق شنو نسوي فيه؟ تفضلي. لازم نمشي بهدوء. نمشي بهدوء ما نركض وغيره عشان ما نسوي عشان ما نتعور. ما تعور. وبعد؟ نعم. ما نلعب في الشارع. ما نلعب وايد ونراكض يمكن نطيح حد بعد. إيه نعم. عشان ما نطيح بعض. أيوة. إذا كان في حاصة لازم أوخرها عشان ما أيوه بعد الأذى عن الطريق. في حاصة في شاي في كرتون مقدود شيله وحطه بعيد. نساعد اللي يمر في الطريق ما نصارخ ما نسوي إزعاج. عدل ولا لا؟ عيالي عقب ما اخذنا عن اداب الطريق الحين عندنا شيء حلو. احنا بشلون نعرف نسوي السفينه؟ عارفون؟ طق المسامير. لا مو مسامير بدون لا من ورق عشان تتعلمون. تفضل وزعي من الناس جنب وزعي هذا صوب اعطيهم على واحد واحده واعطيهم على واحد واحده. يلا يلا بعد كل واحد واحده ها تو بعد وزعوا هنا وزعوا بس واحده بني خلاص تو زين ايوه حطي البني ايوه خلاص ده. شوفوا بسوي مثلي عشان اسوي سفينه. وانتوا وعيالي اللي قاعدين الحين تشاهدونا بعد حطوا بالكم عشان تسووا معنا سفينه وبسيطه. هذه الحين ورقه مربعه ولا مستطيله؟ مربعه. ليش مربعه؟ لانها متساويه الاضلاع. عدل ناخذها ونثنيها واحده كذي بالضبط سيدها سويناها ها يلا يلا اثنين نص ايوه سوينا. الحين هذه نسويها مربعه مره ثانيه هذا هو سوينا هلو معاي صارت مربعه عدل مربعه زين الحين ها
أعطوا البنية ورقة لنقطع. أوبا زين. شوفوا نأخذ واحدة من هذيلة، هما كم؟ أربعة. خذ واحدة نسويها كذي مثلثة، هاللون مثلث هاللون. شوفوا واحدة كذي، واحدة كذي بس، واحدة كذي. واللي مني نجيبهم بزيد الصوب. أربع مع بعض. شوفوا زين، سووها لو فتحوها، فتحوها سووها، فتحوها كذي، سووها فتحوها كذي، فتحوها سووا كذي، سوي لك كذي، صارت سفينة. من صوها؟ يا سلام عليك انت والله، هاي سفينة عد الحين. يا سلام وعليه شروع بعدها. هذه سفينات نسوت. ها؟ الحين سويت كذي؟ خلاص سوها كذي. وسوها كذي. وسوها كذي. وسوها كذي. ولا بلا 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 صارت سفينة. ها؟ سوي مرة ثانية؟ يلا آخر مرة. مربعة سويناها كذي، ثانية واحدة. حطوا بالكم اللي ما عرف. سويناها كذي، سووها حسوها مربع مرة ثانية. مربعة صارت كذي مربعة. الحين خذوا واحدة من هذيلة، واحدة بس من هذيلة، وخلوها كذي. سويت ايوه ايوه. البقية إما بعد كذي. إيه عاد قولوا إما إما. سووها كذي، فتحوها، سووها مثلثة هاللون. زين هذه هذه كذي، وهذه كذي، وهذه كذي، وصارت السفينة. ما عليه، تعلموا عليها عيالي. عندنا النهر وعندنا البحر. احنا ناخذ سمك من وين؟ من البحر. في سمك في النهر؟ اللي يقول فيه يرفع يده، اللي يقول فيه سمك في النهر يرفع يده، اللي يقول ما فيه في النهر سمك يرفع يده. ما فيه؟ لا، النهر فيه سمك والبحر فيه سمك، وحلوين بعد بعد. ها النهر ما فيه سمك؟ فيه سمك يبه. شو الفرق بين البحر والنهر؟ النهر لأنه طويل، النهر ينزل منه، والبحر عريض. لا، النهر بين منطقتين، والبحر لا، بحر كامل. بحر بحر، والنهر نهر. يعني في شيء أهم من هذه. البحر شنو؟ ما يعذ. أيوة شنو ما يعذ؟ يا عذب أنت. إيه؟ ما يعذ. الماء. والبحر؟ مالح. مالح عشرب. لكن احنا على حين ماينا موين نشرب احنا اللي في البحرين. وين البحر؟ وينها؟ يكررونا وغيرا ويبونا ونشربه. انزين نبي نسأل عن البحر مال الأول. يقول لك الماي سقي. شنو هي يعني؟ يعني ماي عذب. لا، ماي يسقي. الماي سقي والماي ثبر. والماي جزر. شنو؟ الماي مد والماي جزر. ده اي يعني سقي. المد يسمونه سقي، يعني المايه وصلت عند الساحل. ثبر يعني المايه ابتعدت عن الساحل. زين يقول لك المايه قصران. يعني شنو المايه قصران؟ يعني ما في. اي شوائي. وين؟ ساعات في بعض في نص شهر والله شيء، احيانا المايه تصير تقصر ما توصل للسيف بس لهني وترجع، يسمونه قصران. زين الماي مدلخ. مدلخ يعني شو ماي مدلخ؟ لا مو وايد. لا مدلخ يعني شوي. لا في بقعه. لا ماي لا في عشو. لا في شيء في ايه يعني مو بصافي. مو بصافي الماي يسمونه مدلخ. يقول لك الماي غزيرة. روح الغزير. وين الغزير يعني؟ يعني عميق. العميق. من يعرف يسبح؟ أنا.
لازم تعلم السباحة، وخاصة في الإجازة فصل الصيف لازم تعلم السباحة. تعلم مو علشان تقرق، عشان تستمتع لما تروح بركة، عشان تستمتع لما تسبح في البحر. الواحد سبح وتعلم السباحة لازم، خاصة احنا في البحرين دار مدار البحر، تعلم السباحة تستانس لما تروح البحر، وتستانس لما تروح انت الى اي بركة من البرات. زين عيالي، قل لي من يعرف السباحة؟ توش بتعلمه؟ أنا من زمان. 2005. من اللي علمك السباحة؟ ما ودتني ولا ماي. كابتن جمال. بروحكم تعمل لي تعلم بروحه سباحة. أنا. روحك؟ بس تخبط تخبط صرت تسبح. إيه. زين. تعرف تسبح مثل القطوة ولا سباحة عدلة؟ عدلة. شلون قطوة؟ قطوة. حلو. اللي تعلم ما السباحة. السباحة العدلة. يكونون شنو ملفتون هلون يدخلون على الحدايد هلون. في اصول للسباحة، يعرفون شلون يسبحون، يعلمكم طرق للسباحة، تدخلون بعدين مسابقات في السباحة بعد، وحتى الجسم يكون جميل، مو انت شمتك وانت بتسبح سباحة، ضعف نفسك عشان تسبح عدل، صح؟ عيالي هاي كانت آخر فقرة عندنا في برنامجنا، أتمنى إن شاء الله أنكم استفادتوا من كل شيء قدمنا لكم. تيجي معاكم إن شاء الله في حلقة ثانية. إلى اللقاء، مع السلامة.